بناء سفن الغاز العملاقة لم يكن أمراً مستحيلاً فقط، وإنما تجربة تعد الأولى من نوعها. فاستخراج الغاز المسال من قاع البحر وتحليله وتخزينه لم يكن معروفاً، فلذلك كان بناء مثل هذه السفن يعد تحدياً خاصاً للشركات حول العالم. عند البدء بالعمل على هذا المشروع العملاق، كان الجميع يبحث عن إجابة واحدة، وهي أنهم كيف سيقومون بتشغيل معدات عليها تماثل في حجمها المعدات الموجودة على الشاطئ. يبلغ طول هذه السفينة 365 متراً، وهي بارتفاع أكثر من 10 طوابق. استغرق بناؤها وتصميمها أكثر من 10 أعوام، ووصل وزنها إلى 132 ألف طن بعرض 60 متراً، كما قدرت تكلفتها بنحو 10 مليارات دولار. هذه هي مواصفات أكبر سفينة غاز في العالم حتى عام 2017، لكن بعدها بعام خرجت الأضخم منها بكثير وأصبحت أكبر منشأة بحرية تم بناؤها حتى الآن، بطول 4 ملاعب لكرة القدم مجتمعة، حتى أنها أطول من برج إيفل. لكن لماذا تستهلك في كل ساعة أكثر من 50 مليون لتر من الماء؟ وما هي قصة هذه السفن العملاقة والتحديات التي واجهت العمال خلال التصنيع؟ العملاق بتروناس. تم تقسيم محطة معالجة الغاز على هذه السفينة إلى 21 وحدة ضخمة تزن كل واحدة منها أكثر من 2000 طن. يتم تصنيع الوحدات وتجميعها ومن ثم وضعها على هيكل السفينة، وتحريكها يتم عبر عربة نقل ثقيلة فيها 121 عجلة، وأي اهتزاز ولو كان قليلاً أثناء نقلها فإن ذلك سيؤدي إلى ضرر كبير بالوحدة. والمرفاع العائم الذي سيرفع هذه الكتلة الضخمة ويضعها على السفينة يزن أكثر من 3000 طن. وضع هذه الوحدات العملاقة على السفينة مثل تحدياً كبيراً لفريق العمل، وذلك بسبب اضطرارهم إلى تدوير السفينة، حيث يتم تعبئة جانب السفينة ومن ثم تدويرها لتعبئة الجانب الآخر. ونظراً لارتفاعها الشاهق، فإنها تحتاج توازناً مثالياً خلال عملية التدوير، ويمكن لخطأ واحد مهما كان بسيطاً أن يجعل السفينة تفقد توازنها وتغرق، لكنهم تمكنوا في النهاية من إتمام العملية بنجاح بعد بذل جهد دقيق وكبير من العمال والمهندسين. هذا التحدي لم يكن هو العائق الوحيد، حيث برزت مشكلة أخرى، وهي تخزين الغاز السائل في البحر في ظل الجو الحار. فكان الحل من خلال تصميم خزان هائل داخل هيكل السفينة، والذي سيكون الأول من نوعه من ناحية الحجم والمواصفات، حيث سيخزن به الغاز الطبيعي بدرجة 27 مئوية تحت الصفر. يبلغ ارتفاع الخزان 27 متراً، ويمكن أن يتسع لأكثر من 22 ألف متراً مكعباً من الغاز السائل، أي ما يعادل حوالي سعة 9 برك سباحة من المعتمدة في الألعاب الأولمبية. برزت مشكلة أخرى في الخزان، وهي أنه عند امتلائه بشكل جزئي في عرض البحر، فإن الخضخضة التي تحدث بقوة نظراً للكمية الهائلة قد تؤدي إلى كسر الخزان وتسرب الغاز الذي يمكن أن يتسبب بانهيار هيكل السفينة. فكان الحل تقسيم الخزان إلى صفين متوازيين، وكل صف يحتوي على 4 خزانات لتقليل قوة الخضخضة، وأيضاً من أجل تقليل المخاطر في حال حدث أي تسرب للغاز. ستتمثل مهمة السفينة في استخراج الغاز ومعالجته في البحر، ومن ثم ضخه من أسفل قاع البحر إلى المنصة العائمة حيث يتم تبريده بعد ذلك. تمثل حقول الغاز البحرية الموجودة في أماكن بعيدة في البحر حوالي ثلثي احتياطي الغاز الموجود في العالم، ويعتبر استخراج الغاز منها بالطرق التقليدية أمراً بالغ الصعوبة. لكن كل ذلك تغير الآن مع هذه المدينة البحرية العملاقة، التي تم بناؤها في حوض بناء السفن دايو في كوريا الجنوبية عام 2012، والذي يعتبر ثالث أكبر حوض في كوريا الجنوبية بعد هيونداي وسامسونج، وأطلق عليها اسم بتروناس واحد أو بي فلانك ساتو، لتصبح شركة بتروناس، وهي شركة نفط وطنية ماليزية، أول شركة عالمية للطاقة تنتج الغاز الطبيعي المسال وتصدره بعد إنتاجه من وحدة إنتاج عائمة.
بدأت السفينة العمل من حقل كانيويت في ماليزيا في ديسمبر عام 2016، وحملت أول شحنة لها في أبريل 2017. تعتبر الشركة أن استخراج الغاز المسالم خلال السفن العائمة أكثر استدامة واقتصادية من الحلول التقليدية. تبلغ الطاقة الإنتاجية لبتروناس 1,500,000 طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، وتعمل على عمق مائي يصل إلى 1,300 متر. العملاق بريلود. لم تكن شركة بتروناس هي الوحيدة التي تعمل على تصنيع سفينة غاز عائمة، حتى أنها سرعان ما خسرت لقب السفينة الأضخم في العالم، لكنها كانت الشركة الأسرع، متفوقة على منافسين مثل رويال دوت شيل وشركة إمبيكس اليابانية. فقد عانى كلا المشروعين باهظي التكلفة من التأخيرات، وبعد سنتين من إطلاق بتروناس أطلقت شركة رويال دوت شيل العملاق بريلود، والذي يتمركز الآن فوق حقل غاز قبالة الساحل الشمالي لغرب أستراليا. بدأ تشييد هيكلها الضخم عام 2012 من قبل شركة سامسونج للصناعات الثقيلة في كوريا الجنوبية قبل أن يتم سحبها إلى أستراليا، وهي تنتج اليوم ما يكفي من الغاز الطبيعي لتشغيل مدينة بحجم هونغ كونغ. يبلغ طولها 488 متراً، أي أطول من 4 ملاعب كرة قدم، وعرضها 74 متراً، ومصنوعة من أكثر من 260,000 طن من الفولاذ، لتصبح أكبر منشأة بحرية تم بناؤها على الإطلاق. تحتوي السفينة على خزانات تخزين من شأنها أن تملأ 175 حمام سباحة بالحجم الأولمبي، وتمتلك 6,700 محرك دفع، كما تستهلك 50 مليون لتر من الماء كل ساعة لتبريد الغاز الطبيعي المسال. وصلت تكلفة السفينة إلى أكثر من 12 مليار دولار. ستبقى السفينة بريلود في ذات الحقل لمدة تصل إلى 25 عاماً قبل سحبها إلى حقل بحري آخر. بالإضافة لرويال دوت شيل، هناك شركة إمبيكس اليابانية، ووصل حجم استثمارات الشركتين للغاز المسال في أستراليا إلى أكثر من 180 مليار دولار في عام 2017. وكانت قد سافرت السفينة العائمة إكتيز فينشر التابعة لإمبيكس إلى أستراليا عام 2018. كلف المشروع شركة إمبيكس أكثر من 37 مليار دولار، كما أن إمبيكس تضع رهانا متساويا في كلا الاتجاهين، فهي تملك 17.5% من بريلود، وكذلك 62.2% من إكتيز. إن صناعة الغاز الطبيعي المسال واستخراجه من البحر ضرب سوق الغاز التقليدي وغير من الإمدادات التقليدية المعروفة، فهل سنشهد تغيراً كبيراً في قائمة الدول الأكثر تصديراً للغاز في العالم؟ أخبرنا رأيك في التعليقات. ولكي تعرف أكثر لماذا تسيطر آسيا على صناعة السفن في العالم، شاهد هذا الوثائقي والذي أعددناه في وقت سابق حول السفن العملاقة.